مرحبا بكم. ماذا تعرفون عن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا؟ هذا الأنبوب الذي سيمتد عبر حوالي 5600 كيلومتر و11 بلد إفريقي ويشمل 300 مليون نسمة، مما سيعود بالنفع الكبير على غرب إفريقيا ويوصل الغاز إلى أوروبا في أفق 25 سنة. وهو المشروع الذي تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها ملك المغرب إلى نيجيريا في دجنبر 2016. فما الذي سيجنيه المغرب وباقي دول إفريقيا الغربية وحتى أوروبا من هكذا مشروع؟ أولاً، إيصال الغاز الإفريقي إلى أوروبا. ثانياً، تخفيف تبعية أوروبا للغاز الروسي وتقليل تكلفته. ثالثاً، المنافع الاقتصادية التي ستجنيها دول إفريقيا الغربية من هذا المشروع. رابعاً، تخلص المغرب من التبعية للغاز الجزائري بالنظر إلى الخلافات الواقعة بين البلدين. لكن ما هي أبرز الصعوبات والمعيقات التي تقف في وجه هذا المشروع الكبير؟ أولاً، يتخوف شركاء المغرب في هذا المشروع من كثرة البلدان التي سيمر منها الأنبوب، مما يعني كثرة رسوم المرور. التحدي الثاني هو تحول الطلب العالمي في السنوات الأخيرة إلى الغاز المسال بكثرة، كما أن أوروبا وهي أكبر مستهلك للغاز وصلت إلى حد الإشباع، وهذا هو التحدي الثالث، خاصة في ظل افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا عبر تركيا، مما سيزيد في إشباع أوروبا من هذه المادة. ومهما كان، فإن مشروع أنبوب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب يظل ذراعاً أخرى للمغرب في غرب إفريقيا. إلى اللقاء في موضوع آخر.